والبداية دايماً بتكون بأهم عناوين حلقتنا. بعثة الأهلي في الإمارات استعداد لمواجهة الوصل. الفريق الأول يخوض أول مران له في دبي الليلة. كارتيرون جاهزون لمباراة الوصل واثق في دعم الجماهير. محمد يوسف مباراة الوصل مهمة ولا بديل عن الفوز. سيد عبد الحفيظ يسابق الزمن لهيكلة قطاع الكرة. الكاف يقرر إيقاف حكم مباراة الترجي وأول أغسطس. تقارير إنجليزية تؤكد رحيل النني من الأرسنال في يناير القادم.